بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، اليوم سنتناول موضوع مهم يهم الكثير من الناس، وهو موضوع البواسير، مشاكل هذا المرض، ولماذا ينشأ، وكيفية الوقاية منه، وموضوع يتعلق بجراحة البواسير والآثار الجانبية المترتبة عليه أو فوائد هذه الجراحة، وما هو الجديد في هذا المجال وبخاصة جراحات الليزر، وكيف تتم هذه العمليات، وكل هذا بالإضافة لطرق الوقاية وأفضل طرق العلاج سنتعرف عليه مع الأستاذ الدكتور أسامة غريب، أستاذ الجراحة في كلية الطب. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا دكتور أسامة، شرفتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحوار مفيدا وممتعا وفيه فائدة عظيمة لكل من يشاهدنا، لأن مشكلة البواسير حقيقة مشكلة عالمية وليست مشكلة نادرة. فالإنسان يعني غالبا في مرحلة معينة من مراحل العمر يعاني من هذه المشكلة، وهي مشكلة حساسة والإنسان يخجل منها وغالبا ما يهمل هذا الموضوع. نريد أن نتعرف في البداية على أسباب هذا المرض، والخطوة الثانية كيفية الوقاية منه، وأخيرا موضوع جراحة الليزر وهو الجديد في هذا المجال، وهل هي عملية سهلة أم صعبة، وهل لها آثار جانبية، وهل هي مفيدة إلى آخره. يعني إن شاء الله تكون هناك معلومات مفيدة وذات قيمة لكل من يشاهدنا الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول طبعا أنا برحب بأخي الحبيب أستاذ دكتور عبد الدايم طبعا على اللقاء الطيب ده. بارك الله بكم. طبعا زي ما ذكر أخي الحبيب، طبعا البواسير دي من أشهر الأمراض التي يعاني منها البشرية. مش لماذا يعني لماذا هذا الانتشار الكبير؟ أسباب يعني. الأول طبعا البواسير دي، الأول عشان نعرف الأول المعنى، هي نوع من أنواع الدوالي أو خلل في الأوردة الدموية. نعم. طبعا احنا عارفين أن الأوردة الدموية هي عبارة عن وعاء دموي بينقل الدم طبعا أو الفضلات الدموية، الدم الغير مؤكسج من عضو ما، كل الأعضاء في الجسم طبعا، باتجاه هذا العضو إلى القلب. طيب. علشان يتم تنظيف الدم مرة أخرى وإعادة إمداده بالأكسجين طبعا. تنقيه الدم. نعم. بالضبط. والتخلص بالفضلات. طبعا. نعم. فالبواسير عبارة عن إيه بقى؟ خلل طبعا في الأوعية أو الدوالي اللي هي اللي أنا بقول عليه دي، اللي هي الوريد الشرجي طبعا. نعم. في آخر المستقيم طبعا، مع التقاء المستقيم مع الشرج. خلل في الأوردة ده إيه سببه طبعا؟ طبعا له أسباب عدة، ما فيش كلام. ومن أول طبعا ما نبتدي نقول، أول سبب هو أسباب وراثية. هل الوراثة لها دور؟ طبعا طبعا الوراثة لها دور في هذا الموضوع. والوراثة تكمن في إيه؟ تكمن في التركيب الهيستولوجي بتاع الوريد اللي موجود في الشرج ده. بيكون في خلل في التركيب ونقص، فبالتبعية بيبقى في ضعف. اما يكون السماكة مثلا 3 ملي، بيكون نوع معين من الأنسجة اللي موجودة ومسؤول عن بناء هذا الجدار فيها نقص، فما يحصل نقص يبقى في ضعف في السماكة. ولهذا يحصل انبعاج. يعني ايه الدوالي؟ يعني انبعاج في الوريد. ده المعنى. ولهذا نجد كثيرا من العائلات بيكون عند حد في العائلة تاريخ طبعا تاريخ مرضي في البواسير، ومش بس البواسير، في دوالي الساقين. وكمان دوالي الخصي عند الرجال. لا، في العائلة دي في شخص ما في العائلة عنده بواسير، شخص تاني في العائلة مثلا دوالي في الساقين، شخص تالت عنده دوالي في الخصية. وكلها أوردة، وكلها خلل في الأوردة بنفس العامل الوراثي اللي أنا قلت عليه. حلو، هذا السبب الأول الوراثي. طبعا ده السبب الأول، هو السبب الثاني الوراثي. الشائع مثلا. السبب الثاني الشائع طبعا هي الـ 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 الغذاء أو طريقة الغذاء الغير صحية طبعا، التي تؤدي في النهاية إلى
الامساك المزمن يعني الوجبات السريعه طبعا الفاست فود اللي احنا بنقول عليها الوجبات السريعه بقى اللي بره المشروبات الغازيه طبعا طبعا كل الحاجات ديت بتؤدي الى ايه سوء غذاء وبالتبعية بتؤثر على حركيه القولون في الاخر وبتؤدي الى حدوث الامساك المزمن فحدوث الامساك المزمن ده طبعا بيأثر على الضغط في الاورده وبالتبعية يعوق تصريف الدم وبالتبعية ركود في الدم نقاط تنشأ فيها هذه بالضبط مش عارف يصرف الدم فبيقف ويحصل ركود فيه فيحصل انبعاك في النقاط الضعيفة بالضبط الضعيفة بالضبط وهي ضعيفة بالتبعية فيحصل فيها انبعاك اللي هي الدوال اللي احنا بنقول عليها دي ده من ضمن أسباب الأهم الأسباب وفي أسباب بقى مساعدة أخرى زي الوقوف لفترات طويلة في العمل الوقوف وليس الوقوف فقط والجلوس الجلوس لفترات طويلة الجلوس والوقوف لفترات طويلة كلاهما مش معنى ان انا قاعد وعلى مكتب 10 ساعات ومرتاح ان انا ما يجي لا بالعكس ونفس الكلام لان الحركة المستمرة والناس بقى اللي بتتحرك كثيرا بيتم زي ما نقول كده بالبلدي الحركة بركة طبعا زي ما احنا بنقول بيحصل تصريف جيد للدورة الدموية يعني دائما الحركة مثلا والمشي إلى المسجد والصلاة أوقات الصلاة طبعا تمنعك تماما أنك تجلس فترات طويلة طبعا سبحان الله طبعا حتى لو بالضبط حتى بين العمل يعني حتى لو حد بيشتغل 10 ساعات متواصلة لو أخذ بريك أو فترات راحة وذهب إلى الصلاة كل 3 ساعات على الأقل ولا كل ساعتين ده سبحان الله شيء من الوقاية له حكمة يعني طبعا سبحان الله طبعا ما فيش كلام يعني وحتى يعني ممكن أثناء قضاء الحاجة يعني في ناس ممكن يطول أيضا لها تأثير أتصور إذا هو جلس لفترة طويلة في الحمام سبب الإمساك يعني هو أسباب بالضبط وهو السبب بتاع الإمساك سبب الإمساك الجلوس لفترات طويلة طبعا وهيدخل في دائرة مغلقة والموضوع بيزيد بالتبعية فهي دي أكتر الأسباب لحدوث البواسير الشرجية طبعا. يعني الواحد ممكن إذا تناول غذاء صحي طبيعي يعني يقوم على الخضار الفاكهة الأشياء التي خلقها الله الطبيعية الخضروات طبعا السوائل المستمرة أيوة. والخضروات والسوائل طبعا. وحرص على الحركة طبعا طبعا حتى لو كان هناك ضعف من الممكن ألا يحدث له إمساك فإن لم يحدث الإمساك لم يظهر فيه هذا المرض بالضبط بالضبط ولهذا نجد سيدات حوامل نتكلم بقى على نقطة الحمل والبواسير وما أشهرها أثناء الحمل وما بعد الحمل طبعا نلاقي نصف السيدات تيجي بعد الولادة تعاني من البواسير معروفة ليه علشان الرحم الذي يوجد به هذا الجنين طبعا كبر في الحجم فجأة بقى ضعف حجم ضعفين حجمه هذا الكبر في الحجم يضغط على الأوردة بتاعة الحوض والمستقيم بالتبعية بيصرف الدم من تحت لفوق زي ما اتفقنا من شوية في لمين؟ لأوردة الحوض فبما تكون أوردة الحوض مغلقة أو مضغوط عليها مضغوطة يحصل ارتجاع للدم مرة أخرى لتحت ويحدث إيه؟ ظهور الانبعاج هذا وظهور البواسير بالضبط ولهذا احنا دايما نقول إيه حتى إن إن الحمل ده سبب ثانوي وسبب أولي كلاهما لحدوث يعني إيه سبب ثانوي وسبب أولي سبب أولي معناها إن الإنسان ده عندها هي العيب الخلق أو العيب الوراثي اللي إحنا قلنا عليه من شوية والحمل أظهره بس بالضبط وسبب ثانوي يعني جدار الوريد سليم ولكن الحمل أظهره في هذه اللحظة وسيختفي بعد الولادة يعني عرض مؤقت إنما الأولي هيدنوا معها على طول بعد الولادة للأسف لأن هي فيها العامل الوراثي موجود والضعف موجود وما الحمل والولادة إلا شيء أظهر العلة والخلل اللي كان فيها طيب هلا قبل أن نتحدث عن موضوع الجراحة والدم والجراحات الليزرية يعني طرق الوقاية كيف بالغذاء مثلا طبعاً والحركة طبعا هي نفس علاج الأسباب يعني بالضبط هي يعني نحاول نقطع الحلقة بتاعت الأسباب دي ونحاول نضد الأسباب اللي أظهرت العلة دي طبعا زي مثلا احنا بنقول انه بيقعد فترات طويلة او يقف لا ما يقعدش فترات طويلة يقوم يتحرك يقوم يمشي اثناء العمل كل شوية
طبيعه الغذاء اللي احنا لسه بنقول عليها دلوقتي. ياكل الغذاء في الياف كتير، في سوائل كتير، في خضروات كتير. يعني الغذاء مثلا اعطينا كل انواع الخضار طبعا، يعني الاشياء الصحيه المناسبه لمن يعاني من هذه المشكله. وبيقول لك انا يعني الجراحه ويعني لا اريد ان اقحم نفسي يعني في الجراحه، او حالته متوسطه او بسيطه يعني، او يخشى عنده فوبيا عنده فوبيا من الجراحه يعني كتير جدا. انواع غذاء تخفف يعني تخفف من طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا لسه بنقول ان احنا نمنع حاجات اللي هي الفاست فود دي كلها، اللي هي الفاست فود الاكل السريع اللي احنا بنقول عليه ده مبدئيا، ويلجأ الى الاكل المنزلي هو الاكل الصحي. مفيش كلام، بدايما نقولها الاكل المنزلي هو الاكل الصحي. أيوة. الجيد الذي يحتوي على الوجبه الكامله طبعا اللي احنا بنقول عليها، سواء نشويات بالعقل طبعا، سواء خبز او ارز. ايوه. خضروات، كل انواع الخضروات. نعم. كل انواع الخضروات واللحوم، كل ده بنعتبرها حاجات طبيعيه طبعا. تمام. لو الانسان واظب على هذا، خضار الفواكه كل شيء طبيعي. كل شيء طبيعي هيكون جيد جدا، اللي هو الأكل المنزلي الذي يحتوي على الأكلة الكاملة بما تحتويه من نشويات وبروتينات ودهون وخضروات وفواكه وسوائل. دي بنسميها الوجبة الكاملة طبعا، هي الوجبة المنزلية الصحية النظيفة في المنزل، مفيش كلام طبعا. دي بالنسبة للطرق الوقاية طبعا. طبعا حضرتك تطرقت لفكرة الجراحة طبعا. الجراحة بدنا نشوف الجراحة التقليدية قبل ما نقول جراحة الأول. هل كل مين اللي يعمل جراحة ومين ما يعملش؟ سؤال مهم. طبعا مش كل مريض عنده بواسير، بالعكس. ده احنا بنطمن مرضى البواسير. نعم. ان معظم مرضى البواسير هيتعايشوا مع المرض اصلا. واذا انهم عايشين بيه ومتعايشين معاه وطول ما هم متصالحين معاه هو مش هيضايقهم. طيب ايمت يعني لازم يزور الطبيب؟ قبل يعني الاول طبعا قطعتك. هو البواسير لها درجات. من الدرجة الاولى للدرجة الرابعة. والدرجة الاولى هي الدرجة البسيطة اللي هي جاست ممكن تكون عن معظم الناس وخفي ولا يشتكي من اي شيء اصلا. نعم. واحد يقول له طب سمعنا ان في بعض الناس عندهم الدرجة الاولى دي وحصل الناس. وارد. العرض الوحيد اللي ممكن يبقى موجود عند المريض في الاربع درجات هو إمكانية النسف من وقت للتاني. ممكن واحد يقول له ممكن معقول الدرجة الأولى بسيطة. ممكن طبعا وارد في حالات طبعا شفناها درجة أولى وبتنزل قليلة. إنما طبعا ما فيش كلام إن كل ما بتزيد الدرجة كل ما نسبة النزيف مثلا زادت طبعا مع الدرجة الرابعة اللي هي أكثرهم شدة. فهي درجات، درجة أولى بسيطة، درجة تانية أشد شوية، درجة تالتة أشد وأشد. الدرجة الرابعة أنا مش عايز أتطرق ل يعني إيه الكلام علمي بالتفصيل إن يعني إيه الدرجة الأولى نشرحها، لا خلينا ببساطة أعراض. يعني الدرجة الرابعة أعراض. الأول الأعراض طبعا بتاعة المريض. أولا إحنا دايما نقول إن البواسير هو مرض لا عرض. إحنا مفيش معاه عرض أصلا إلا لو ابتدى يحصل معاه مضاعفات أو وصل لمرحلة ان هو المريض يلاحظ ان في حاجة بتنزل منه من الشرج. نعم. ايوه ده العرض الوحيد. فقط. يعني مثلا نقول ان الدرجة الثانية العيان يحزق حاجة تنزل منه وتطلع لوحدها اثناء الحمام. الدرجة الثالثة يحزق ما تطلعش وهو لازم يرجعها بايده. الدرجة الرابعة احنا اضطرينا نقول للاسف شرحناها بالموضوع. اضطرينا نقول الدرجة يعني الدرجة الرابعة هي نازلة على طول من غير ما يحزق. على طول. ملازمة. فدي الدرجات ببساطة يعني. طيب يعني عند الدرجة الرابعة يتوجب يعني زيارة الطبيب ليس هناك شرط انه يذهب الا في ظهور المضاعفات او الاعراض الملحة من المضاعفات اللي هي لسه بنقول حلقة النزيف المتكرر. نزيف ده من الممكن ان يكون نزيف البواسير يؤدي الى انيميا حادة. وشوفنا حالات كتير جدا، مش عايز اقول لحضراتكم، الانيميا بتوصل لخمسة واربعة، حاجة كارثة يعني خطيرة جدا. بس الانيميا بالنسبة للمشاهدين يعني الانيميا متوسط الهيموجلوبين، كلمة انيميا يعني ايه؟ يعني نقص في الهيموجلوبين او عدد كرات الدم الحمراء طبعا. نعم. وهتكون هنا الانيميا بنسميها كده لان الانيميا لها انواع كتير. دي هتكون انيميا نازفة زي ما بنسميها هيموراجيك او نزيف يعني. انيميا بسبب نزيف.
هو المعدل الطبيعي كان متوسطه 12 هنقول كده. ما شاء الله. يعني هو طبعا بتختلف من الطفل في حالة الطفل الرضيع والمرأة والرجل. وان كان كل توتالي كده على بعضه متوسطه 12 هنقول كده. طيب. الهيموجلوبين مش عايز اقول بقى ان ساعات البواسير بتنزف لدرجه انها توصل هيموجلوبين لخمسة، حاجه خطيره يعني جدا يعني ده شيء خطير، زي ما يكون عربيه خبطت واحد وحصلت له حادثه ونزيف داخلي زي ما بنقول. وصل هيموجلوبين لخمسة، حاجه خطيره جدا طبعا. فادي اول سبب ان المريض هيزور الدكتور طبعا. ادي واحد. نعم. اتنين، احنا لسه كنا بنقول البواسير عباره عن ايه، ان الدم ماشي في الوريد. نعم. وحصل ركود. الركود ده بيؤدي الى شيء ببساطه جدا، تجلط الدم. فهذا الوريد يحدث كمان موضوع اخطر طبعا. حصل فيه لا هو مش اخطر، النزيف ده بالنسبه لنا اخطر شيء. مفيش كلام، النزيف اخطر شيء من التجلط. طبعا التجلط هيفك هيفك مع العلاج التحفظ اللي احنا بنكتبه له. طيب. هيفك هيفك. طيب. التجلط مفيش. طيب. مشكله. طيب. فيه طبعا. في حاجة تانية اسمها قفلة دموية بتاعة الوريد. سبحان الله الوريد له شريان بيغذيه. أيوة. فلو البواسيرية نزلت لبره ومعرفتش تطلع تدخل تاني والدموية بتاعتها تقفلت، بنسميها كده سترانجوليشن أو قطع الدموية عنها، تبتدي تموت ويحصل فيها التهابات. ومش عايز أقول بقى صراحة أنا ما شفتهاش شخصيا إن التهاب بواسير يؤدي الى بكتيريا توصل في الدوره البابيه للكبد وتعمل خراج على الكبد، ما شفناهاش. وان كانت مكتوبه نادره نادره جدا جدا الصراحه. انما اساس المضاعفات هي ايه؟ النزيف. نعم. المؤدي الى الانيميا والتجلط الدموي. المعالج اللي احنا نقدر نعالجه ان شاء الله يعني. طيب الحاله الثالثه بقى نسيت اقولها طبعا، اللي فيها بيلجا المريض الى الطبيب، ودي اشهر الحالات اللي هي بواسير مصحوب بشرخ شرجي. آه. الاتنين مع بعض. وهنا بقى بنقول هو العرض الاساسي بتاع الشرخ الالم. الم الشرخ يعني جرح. بالظبط. شرخ شرجي يعني جرح في الشرج، بتكون بواسير مصحوبه بشرخ. نعم. ففي الحاله دي بيكون الم مبرح. الشرخ لوحده ألم مبرح اصلا. جرح. نعم. بالظبط جرح. وسبحان الله لن يذهب معظم المرضى الى الطبيب الا بالالم. هو مؤشر سبحان الله. مؤشر هو مؤشر سبحان الله. هو اللي بيزق العالمين يعني. بالظبط. وضع مثل انذار يعني. انذار. هيخليه يروح للطبيب طبعا. يستشيره طبعا. طيب. فهي دي الثلاث حالات دايما اللي احنا بنشوفها، ان مريض راح الاول زي ما حضرتك قلت في البدايه يا دكتور عبد الدايم، ان المريض بيحرج خصوصا لو كانت سيده. بالظبط. بالظبط. طبعا هتحرج انها تروح للطبيب اصلا. فهي دي الثلاث حالات اللي المريض هيضطر يروح للدكتور الجراح. طيب المريض اذا قاعد في بيته يعني و يريد نصائح سريعه قبل ان ندخل موضوع الجراحه. ثلاث اربع نصائح سريعه. الاول النصيحه الاولى اللي هي الحركه المستمره. الحركه المستمره. الغذاء الصحي. أيوه. الجيد المعتمد على المعتمد طبعا. منع الامساك. دي مهمة جدا. الامساك هو السبب الرئيسي طبعا. ما هو ده من ضمن الأسباب الرئيسية أصلا، الامساك المزمن. طيب. بالأكل الصحي نمنعه وبالملينات. بعض الناس عندها فوبيا من الملينات وتعتقد أن هي لو خدت ملينات تؤدي إلى مشاكل كثيرة وإلى آخره. بس إحنا بنقول لهم إحنا لابد أن نلجأ إلى، وعلى فكرة أنا بس من ضمن الملينات الطبيعية اللي ربنا خلقها. زيت الزيتون. ملين طبيعي. طبعا طبعا. زيت الزيتون ده من الملينات الطبيعية، ذكر شجرة مباركة. طبعا شجرة مباركة. طبعا. مش عايز اقول يعني الانسان من ضمن النصائح اللي انا بنصحها للناس حقيقي انها تشرب زي فنجان. يعني فنجان قهوة كده تملاه كل يوم. كل يوم الصبح. عريق طبعا. افضل يعني. طبعا طبعا. شيء صحي جدا 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 زيت الزيتون. هايل. في زيوت تانية. للقلب ايضا. للجسم كله. حقيقي. الكوليسترول بيقلل نسبة الكوليسترول ويقي من اشياء يعني سبحان الله جيد جدا جدا. طيب ممتاز. في زيوت اخرى زي زيت الخروع طبعا. وان كان في ناس يعني كتير مش هتتقبله قوي بيجيب نتيجة طبعا. ولكن في حالة ضرورة جيد. موجود. بيجيب نتائج الصراحة. وفي ادوية اخرى. ادوية بقى موجودة معروفة الملينات سواء كان نقط سواء كان حبوب. دواء شرب. كل ده موجود في الماركت في السوق طبعا يعني. طيب الجراحة التقليدية. هناك أنواع من العلاج. للبواسير. الأول
هناك العلاج التحفظي الأول قبل ما ندخل في الجراحات مرة واحدة. هل العلاج التحفظي بيجيب طبعا بيجيب نتائج مع مرضى كتير وبيدنهم عايشين يعني ايه متعايشين مش عايشين بقى متعايشين مع المرض زي الدرجة الأولى والدرجة الثانية وبعض الدرجة والدرجة الثالثة حتى بس غير النازفة. لسه بنقول حالا لو وصلت لمرحلة النزيف اللي هيؤدي الأب ما ينفعش خلاص ده بقى حاجة خطيرة تؤثر على الحياة ده هيعمل يعني هيعمل إجراء. نحن بنتكلم في الدرجات البواسير اللي ملهاش مضاعفات من الدرجة الأولى لغاية الدرجة الثالثة ما فيهاش مشاكل احنا ممكن نمشي على منع الإمساك زي ما اتفقنا الأكل الصحي في الفترة اللي بيبقى فيها شوية قلق وعدم راحة في ساعات بيحصل كده يعني ألم بسيط يعني مش ألم مزعج يعني ألم تعيشي يعني بسيط ساعات بنلجأ للمودة أو الكريمات الطبية والتحاميل أو اللبوس الشرجي طبعا موجود ويقدر المريض يتعايش مع الموقف يقدر. طيب لو الموضوع وصل إلى حد بقى اللي هو حدود بقى أيوة احنا بنقول أنيميا توصل لخمسة وخطر على الحياة أو بواسير مصحوبة بشرخ شرجي مزمن شرخ شرجي مزمن الجرح المزمن اللي احنا بنقول عليه ده طبعا في الحالات اللي زي دي خلاص احنا بنضطر للتدخل وهناك نوعان من التدخل حلو. التدخل الجراحي التقليدي اللي معروف قوي احنا زي ما نقول الشرج بيبقى دايرة كده احنا عاملينها دايرة زي الساعة اللي في الايد ديت بنقول ان الاوردة الرئيسية اللي فيها العلة زي ما يكون ده الشرج قدامنا متقسم لثلاث أماكن هيكون عنده عند الساعة 3 والساعة 7 والساعة 11 زي ما احنا بنقول بنيجي بمنتهى البساطة ان احنا بنمسك طبعا البواسيرة في الأماكن دي ونبتدي نقصها ونربطها بالطريقة التقليدية عند العنق بتاعها طبعا سواء العنق الوريد أو الشريان اللي بيرز وبنربطها طبعا دي طرق تقليدية. إذا بيكون للأسف فيه ثلاث جروح عند المريض عند الساعة 3 والساعة 7 ثلاث جروح في الشرج. انا عايز اقول ان جرح واحد كافي ان يزعج المريض جدا بعد العملية ما بالك بثلاثة ده الجراحة التقليدية خالص يعني. طيب في الليزر طبعا الليزر طبعا في اشياء يعني عايز اقول ان في تردد حراري وفي اللي هو الهارمونيكا او اللي هو الالترا ساوند ده مثلا او الربط بالمسدس المطاطي ده في درجة تانية بس يعني في اشياء اخرى ولكن كلهم يعني على جنب كده والمقارنة هتكون في النهاية ما بين الجراحة التقليدية والليزر الخلاصة مش عايزين نضيع وقت كتير فكرة عن الليزر الليزر بقى بيمتاز ان احنا بنجيب واير او سلك رفيع خالص واحنا لسه كنا بنقول عند الساعة 3 والساعة 7 والساعة 11 ونيجي ندخل تحت الغشاء المخاطي بتاع الشرج وندخل بسلك رفيع تحت الغشاء المخاطي سلك الليزر طبعا ويدخل لغاية عنق الوريد فوق اللي احنا كنا هنربطه بالطريقة التقليدية شوية ونيجي بقى ندوس على المود بتاع الليزر طبعا ويبتدي يدي الومضات بالظبط بتاعت الليزر ويبتدي يجلط الدم في المنطقة كلها ويقفل الوريد منين؟ من خرم رفيع ملي اقل من ملي كمان عند الساعة 3 وعند الساعة 7 الساعة 11 ونجيب تلج بقى ونحطه مؤقتا بعد الإجراء عشان يقلل الاحتقان اللي هيحصل طبعا تيجي للحرارة بتاع الليزر طبعا العملية مدتها ما بتاخدش حاجة طبعا مدة العملية نص العملية الجراحية طبعا لو قلنا العملية الجراحية تاخد لها مثلا تلت ساعة نص ساعة 10 دقايق تقريبا بالليزر طبعا يعني شيء بسيط شيء بسيط طبعا لا يعني يهمل هذا الموضوع طبعا إذا كان عنده طبعا سبحان الله ربنا بيدينا كل شوية نفحة من نفحاته سبحان الله وسخر لكم طبعًا. ما في السماوات وما في الأرض طبعا ومن ضمنها الليزر يعني سخر الليزر لهذا الشيء وغيره نعم. طبعا وإنما برضو أنا عايز أقول مش كل الحالات بس عايز أقول إن مش كل الحالات هينفع مع الليزر في درجات الرابعة الشديدة متطورة شوية يعني عايز أقول معها شبه سقوط شرجي جزئي يعني ما يكون بقى فيه سقوط شرجي بقى جزئي يعني كل الغشاء المخاطي نازل لبره في الشارع فانا ما اعتقدش الليزر طبعا استحاله يقدر يعمل الحاله اللي بالعنف ده دي يا اما تتعمل بقى اللي هي الدرجه الرابعه العنيفه دي يا اما تتعمل بالطريقه التراديشنال التقليديه اللي انا قلتها من شويه او في بقى حاجه اسمها الدباسه الجراحيه اللي هي ايه عباره عن دباسه كده دائريه سيركولار او دائريه بتدخل جوه وتقص حلقه من الغشاء المخاطي
وفي نفس الوقت تاخد معاه مين اسماء القصة، عنق بتاع كل وريد انا عايز اربطه والشريان بتاعه، وتقفل في نفس الوقت وتدبس، تشيل وتدبس في نفس الوقت. الدباسة. قص ولا الدباسة هي كده بالظبط. ودي طبعا في باع طويل للدباسات في الجراحة طبعا، خصوصا الجهاز العظمي ده جزء منها، وان كانت مش شائعة للأسف لان هي مكلفة جدا جدا، خصوصا الدباسات الحاجات دي كلها مستوردة طبعا من الخارج. طبعا تقنية يعني غالية جدا جدا على المريض، فديت برضو مش شائعة للأسف. فاحنا من الاخر برضو هنرجع لجدول المقارنة، فهو احنا هنرجع لجدول المقارنة بتاعنا، الليزر مقارنة بمين؟ بالفتح الجراحة. الليزر هنقول ان هو درجة ثالثة واول الرابعة، والجراحة نضطر نعملها في الدرجات الرابعة المتأخرة يعني. ده الخلاصة يعني. هل هناك يعني فايدة من الليزر عن طبعا لسه كنت بقول ان الجراحة تاخد ثلاث اماكن مؤلمة جدا بعد العملية. طبعا المريض بيعاني شوية بعد الجراحة التقليدية طبعا من الالم اللي بعد العملية طبعا بتحصل طبعا، وان كان في بعض اجراءات احنا بنعملها مش عايز ادخل في تفاصيل كتير على المرضى، احنا ساعات بنشق العضلة العصرة الخارجية للمريض علشان يحصل شوية ارتخاء ونقلل الالم شوية على المريض اثناء عملية البواسير التقليدية يعني. فمش عايزين نظلم الدنيا في وش المرضى ونقول لهم ان العمليات التقليدية دي كارثة، لا ان شاء الله مع اجراءات تانية ممكن تتعمل تسهل الامور شوية. طيب ممكن بعد الجراحة تعود مرة اخرى؟ احنا دايما نقول للمريض خصوصا في الدرجة الرابعة الشديد اللي انا بحكي فيها دي اللي بقول ان هي بتكون بواسير مصحوبة بشبه سقوط شرجي. يعني ايه؟ يعني الاوردة كلها داير داير كلها فيها بواسير. طب انا هشيلها كلها؟ مش ممكن هشيلها كلها. عشان كده انا لابد من الطبيب ان او جراح ان يفهم المريض، وانا نصيحة بقولها لكل الجراحين الصراحة ان حق المريض ان الطبيب الجراح يشرح له الاجراء قبل العملية لازم يشرح له بمنتهى البساطة، ويشرحها له ببساطة ويفهمها له باسلوب بسيط علشان يبقى مدرك معاه الابعاد اللي هتحصل، ومدرك اللي شوية الحوارات اللي هتحصل وبعض المضاعفات المتقبلة انها هتحصل، لازم يكون عايش معايا في الحوار. فمن ضمن الحاجات اللي احنا يعني بنشرحها للمريض ان انا باجي اقول له انت عندك درجة عنيفة درجة رابعة، انا مش هقدر اشيل لك الا البواسير الرئيسية اللي عند الساعة 3 والساعة 7 والساعة 11. وليه؟ انا لو شلت كله هشيل غشاء المخاطي بتاع الشرج، يحصل ضيق في الشرج بعد العملية وكارثة، ده حوار تاني بقى. فانا مش هقدر اشيل الا عند الساعة 3 والساعة 7 والساعة 11 اقصى شيء، وما بينهم هيبقى فيه بواسير صغيرة موجودة. يعني انا بقول له ممكن يتعايش معاها، هيتعايش وهقول له انا عملت لك عملية ونجحت بنسبة 70%، انا هقول له كده. حلو. ال 30% بقى اللي فضلوا من العملية هننصح المريض بقى بالايه؟ نفس النصائح، نفس النصائح اللي هي الوقائية اللي في البداية عشان موضوع ما حصلش في ارتجاع. فللأسف في بعض الحالات ممكن علشان بس ما نقولش ان استحالة انها ترجع، لا ساعات في حالات طبعا نتيجة العنف الحالة اصلا في البداية. يا سيدي جزاكم الله خيرا دكتور أسامة، معلومات قيمة جدا فعلا تهم يعني طبعا كثير من الناس. طبعا. ولو انه احب ان اضيف شيء يعني من خارج موضوع الطب لمن يعاني من مثل هذه المشاكل، نقول له البلاء دائما البلاء هو دليل محبة من الله سبحانه وتعالى. طبعا طبعا. فيعني اقول لكل اخ مبتلى عندما تعاني من مشكلة سواء بواسير او غيره، اعلم ان هذا البلاء عليه اجر من الله سبحانه وتعالى، وهو مثل يعني طريقة لمحي الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول له أحاديث عديدة، إذا أحب الله عبدا ابتلى، ولا يزال البلاء بالعبد يعني حتى يعني يرجع كيوم ولدته أمه. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للجميع، وأشكر مرة أخرى الأستاذ الدكتور أسامة غريب أستاذ الجراحة في كلية الطب، وإن شاء الله هناك لقاءات متكررة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وينفع الجميع بها. شكرا دكتور. شكرا. وتحياتي لكم. جدا باللقاء الجميل الطيب. بارك الله بكم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.